يقولوا من طول الغيبات جاب العروضات والكلمة الشهيرة وحشتنا ما بعنا بالكوم لليوم طال عمرك عروضنا غير وتفقيع إن شاء الله تفقيع. أنا موجود بعالم أسيل الخليج عاملين عروض مدتها 3 أيام من هنا إلين يوم الاثنين أو حتى نفاد الكمية، والعروض تشمل الفرعين. هذا الفرع اللي أنا موجود فيه البحاري طريق العوامية مقابل بيوت شهاب، وفرعهم ركن التخفيضات اللي موجود بسيهات، ونهاية التغطية بصور لكم الفرع اللي موجود بسيهات. تعال هنا يا حبيبي وفر فلوسك. مسحوق غسيل دايموند 25 كيلو من 110 ل 85 ريال بس، الحق أو ما تلحق. جنون وحرق وتفقيع الأسعار. مبيض كلور حق الملابس 30 لتر، عندك مكان في البيت خزن وعيش يا حبيبي. السعر من 50 ريال صار ب 30 ريال 30 لتر. مطهر أرضيات 30 لتر، مقاهي، مطاعم، فلل، شقق. يا جماعة عرض توفير 35 ريال بس. شامبو العبايات تخيلوا معاي يا جماعة ب 40 ريال فقط. لانتا شامبو غسيل ملابس ماركة معروفة وعندكم هذا النوع الثاني، سعره سابقا 90 ريال وحاليا ب 60، وهذا أيضا ب 60 ريال 30 لتر. مناديل دريم العلبة فيها 150 منديل، الشدة يا جماعة بكم؟ ب 10 ريال فقط. وعدنا هنا مناديل كيوان العلبة فيها 200 حبة، عرض التوفير ب 12 ريال فقط. عندكم هذه العلبة اللي فيها 500 منديل مناديل روز، والسعر 25 طالب 25 ريال. ورق مطبخ كيوان 300 شيت ممتاز جدا، الحبة سابقا 8 ريال وحاليا ب 5 ريال فقط. ولو حاب تاخذ بندلة فيها 6 علب او 6 رولات، والسعر يا جماعة 30 ريال. ماكسي رول 350 متر سابقا 15 ريال وحاليا 11 ريال فقط، متوفر منها 300 متر وعرض التوفير راح تكون ب 9 ريال. لا يفوتكم العرض. النايلون تغليف الحجم الصغير سابقا 23 ريال وحاليا ب 16 ريال فقط، حرق الاسعار. وهذا الحجم الكبير كم يا ابو احمد؟ سعره بدل 30 راح يكون 23 ريال 23 ريال. وهذا ورق القصدير الحجم الصغير لمقاس صغير، مقاس صغير مقاس 30 سابقا 28 الآن راح يكون 19، والكبير سابقا 35 راح يكون سعره 23. أنا أقول الحق أو ما تلحق، مدة العرض 3 أيام إلين يوم الاثنين، وحافظ الفرج لما يعمل عروض يعني يحرق الأسعار. أكياس بلاستيك مناسبة جدا تعبون فيها التوزيعات المآتم، لا يفوتكم العرض. هذه كاملة البندلة بكم؟ 85 ريال. 85 ريال كم كيلو؟ 13 كيلو. 13 كيلو يا جماعة. كاسات ورق حق الشاي سميكة 3 شدات بكم؟ ب10 ريال. كاسات بلاستيكية الأربع ب5 ريال، يا سلام. كاسات القهوة 6 ب10. 6 ب10 ريال. وكاسات الشاي الأربعة أونس 5 ب10 ريال. 5 ب10 ريال، يعني تطلع الوحدة تقريبا بريالين. نفس عميق، الحق أو ما تلحق، الكمية محدودة، الكاسات البلاستيكية معها الأغطية أبو أحمد. أي نعم. كان سعرها هذه يا جماعة الشدة مع الأغطية ب 12 ريال. أي نعم. والآن أخذوا 3 شدات مع الأغطية ب 10 ريال. نعم طال عمرك. تستاهلوا. أذكركم أن هذا العرض فقط إلين يوم الاثنين. الألمنيوم الشدة كم سعرها هذه سابقا؟ 14. وحاليا؟ 7 ريال. مو بس هذا المقاس، هذا المقاس. والمقاس الثاني والمقاس الثالث. الشدة ب7 ريال. علب الألمنيوم هذا اللي يحطون فيه ربع حبة دجاج 50 علبة سابقا يا جماعة 23 حاليا 14 ريال. وهذا حجم النص حبة، نص حبة. سعره سابقا 50 حبة كان 30 ريال راح يكون ب18 ريال. 18 ريال. هذه العلب حق الميكروويف تحطون فيها وجباتكم بالدوام تطالعين، سابقا 12 ريال حاليا ب7 ريال. الشدة مسحوق غسيل رافة 5 كيلو من 35 صار ب25. هذا العرض مناسب جدا جدا الى التوزيعات. لنتانا سائل غسيل الاواني سابقا الحبه ب 6 ريال، الان العرض القوي 4 حبات بكم يا ابو احمد؟ ب 10 ريال طال عمرك. ب 10 ريال وما بعنا بالكوم الا اليوم. الا اليوم. اكياس نفايات جميع المقاسات ماركه الفوارس سابقا ب 9 ريال حاليا حبه كاش وحبه بلاش. حرق وجنون الاسعار 5 كيلو أكياس نفايات طبعا عرض التوفير سابقا ب60 وحاليا ب48 ريال. يا بلاش جميع الأحجام سابقا شد بكم؟ 9 ريال وحاليا ب5 ريال بس. كيلة من اليف أحجام أشكال وألوان سابقا سعرها 5 ريال.
حاليا اي حجم اي شكل راح يكون بثلاثة ريال فقط تصفية. ثاني بسيهات ركن التخفيضات شارع قتادة ابن النعمان. طبعا العروض راح تشمل جميع الافرع حقهم.